الحالات اللي نسجلوهم تاع خروج الأطفال من منازلهم هي تتسمى حالات اختفاء، وباش نكيفوها إلى اختطاف لابد من تدخل العدالة والسيد وكيل الجمهورية، ويقول أن هنا هي عملية اختطاف ويطلق مخطط الإنذار اللي كانت وزارة العدل عدته بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية الأخرى والمصالح الأمنية. احنا شفنا عن طريق الخلية ورقم 11-11 وحتى قبل هذه يعني أنه معظم الأطفال اللي خرجوا من المنازل ما هيش عملية اختطاف بقدر ما هي عملية يعني إما فرار من المنزل إما حب اكتشاف أشياء واحدة أخرى، وشفناهم في الحالات الأخيرة وين كتير يعني اللي عاودوا ورجعوا للمنزل، وبنت من التحريات أنها خروج فقط من المنزل وهروب لفترة معينة. اختطاف يتناول جريمة يتناولها قانون العقوبات اللي يهدر على خاصة إذا كان ضحية الفعل هذا قاصر، ويتشدد القانون في المادة 293 مكرر واحد يتكلم على اختطاف القصر لأقل من 18 سنة، ويقول أنه عقوبتها تكون كتير متشدة تلحق إلى السجن المؤبد إذا كان هذا الاختطاف كان بالعنف كان بالتهديد كان بالتحايل يعني بتحايل على الطفل، وتروح إلى عقوبة الإعدام إذا أدى هذا الاختطاف أولا إلى قتل الضحية، إذا تم استعمال عنف جسدي ولا جنسي على الطفل، أو إذا كان بغرض طلب فدية. هذه المادة ربما اللي تناولها قانون العقوبات شوفوها أنه عقابها متشدد بالنسبة إذا كان ضحية الفعل يعني طفل أقل من 18 سنة. احنا مؤخرا سمعنا أنه رئيس الجمهورية طلب إعداد قانون للاختطاف، هذا احنا كهيئة وطنية نشوفه أنه نتمنوه جدا، ونقوله أنه بالرغم من أنه الجانب الرضعي موجود في قانون العقوبات، لكن ربما هذا القانون إن شاء الله نتمنى أنه راح يتناول أشياء أخرى بما فيها الوقاية والتحسيس. نتكلم على نوعين في هذا الموضوع، يعني موضوع الاختفاء وخروج الأطفال من المنازل، نوعين من المكالمات. مكالمات اللي جينا من عند الأولياء اللي يقولون أن وليدنا خرج من الدار ولا بنتنا خرجت من الدار ومازال ما رجعتش، ما على بالناش وين راهم. هنا هذه حالات وين يكون كاين تدخل فوري للهيئة الوطنية. في حالة ثانية اللي ممكن احنا هذه اللي نهضروا عليها بزاف هو أنه الأطفال هم اللي يتصلوا بنا ويقول لك احنا كرهنا ورانا حابين نخرجوا ورانا حابين نروحوا من الدار، ربما الضغط علينا من عند الأولياء، لأنه الأطفال عباك بطبيعتهم أنه ما لازمش علينا أننا ممكن نقول لهم هذا شيء ما هوش مليح، لازم طريقة كيفاش نوري للأطفال بأنه هذا الشيء ما هوش مليح، حاولك الطريق صحيح حاولك الطريق الخطأ. احنا في الهيئة الوطنية إذا نتلقاو حاجة كما هذه اختارت، لأنه حتى الأشخاص كيعيطوا مش عارفين هل هو اختطاف أو اختفاء، والوحيد اللي ممكن أنه يكيف الجريمة على أنها اختطاف هو وكيل الجمهورية. في أشخاص مختصين في ميادين معينة لكل واحد اختصاصه. لما أنا نشوف أن ابني ولا بنتي يعني بدأت سلوكها مضطرب مثلا يبلغونا احنا كهيئة وطنية، احنا في هذه الحالة نخبر مباشرة إما مصالح الوسط المفتوح اللي عندهم مختصين نفسانيين ممكن أنهم يتبعوا الطفل، وأيضا ممكن نتكفلوا بهم نفسيا على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة اللي عندنا تقريبا يوميا عندنا تكفلات نفسية عن طريق الأخصائيين النفسانيين الموجودين معنا. لغاية تاريخ 23 سبتمبر 2020 كنا تلقينا إخطار عن 1603 طفل متواجد في خطر، منهم 914 ذكور و689 إناث، يعني العدد كبير. مع هذا نزيد نذكر أهمية الرقم 11-11، أهمية الإخطار، أهمية أنه كل واحد فينا يعرف بأنه هناك طفل في خطر، هناك مساس بحق الطفل أنه يخطر الهيئة الوطنية باش احنا أيضا نتمكنوا من أننا ندخل في الوقت المناسب.